يا أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا شخصيا ببقى سعيدة جدا لما الدراما توصل إنها تكون قريبة مني. قريبة مني بمعنى إيه؟ أنا قاعدة في بيتي براحتي، في ما بين الجدران بتاعت أي بيت، فأنت بتدخل عليا بمسلسل وأبطال وموضوع. لو أنت قريب مني بحس إن أنا وأنت عندنا تفاعل كبير، وبحس إن إحنا بنفكر مع بعض بصوت عالي، وبحس إن إحنا نقدر نلاقي حلول. أنت تطرح عليا فكرة في الدراما تكون ماسة حاجة عندي في الواقع، فبالتالي يحصل التفاعل. ده اللي حاصل فعلا. موضوعات كتير في المسلسلات عاملة هذه الحالة من التفاعل. وبعدين أكتر حاجة أنا كمان عاملة لي سعادة هو وجود الفئات العمرية، يعني الشباب ما بقوش بره المعادلة، بالعكس ده معظم المسلسلات فيها حكايات الشباب ومشاكلهم وحياتهم والجدل اللي موجود والفئات العمرية والعمر المختلف. فأعتقد ده شيء من الحاجات الكويسة اللي نقدر فعلا نقول إن الدراما نجحت فيها، لأنه زي ما بتخبط أنت ما بتخبطش. أنا بفتح التلفزيون ألاقيك متشرف عندي في البيت وقاعد جنبي بموضوعاتك. فإذا أنت متشرف عندنا بموضوعات ممكن تساعدنا وتمتعنا، لأن الدراما كمان فيها متعة، تمتعني كمان بالصورة بالديكور بالأداء وكمان تشغل عقلي، أنا كده لازم أصفق لك وأحترم جدا اللي بتقدمه. طيب نبدأ بقى الكلام الرسمي بتاعنا. حالة كده من الجدل الواسع وترند مستمر من أول يوم رمضان، إيه السبب؟ مسلسل حق عرب ظهر فيه الفنان رياض الخولي، فنان الكبير طبعا، والفنانة الكبيرة وفاء عامر، وهما أبطال العمل في بعض المشاهد ولكن بشكل أصغر سنا شوية، لأنه كان مطلوب يكونوا أصغر شوية. وطبعا على طول صفحات السوشيال ميديا والتفاعل اللي أنا بقول لحضراتكم عليه ما سكتتش، فقالوا ده ذكاء اصطناعي، وهنا واللي قال ده جرافيك، وهنا قال دي تكنولوجيا معينة. وعشان كده حاولنا إن احنا نفهم من صناع الموضوع نفسه أصل الحكاية، نعرف إيه الحكاية. خليني أروح للولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذ يوسف محمود مؤسس شركة الخدع البصرية اللي تولت تنفيذ مشاهد حق عرب. مساء الخير أستاذ يوسف. مساء النور أستاذ شركة، زي حضرتك؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب أولا. والحاجة التانية قول لنا حالة الجدل بقى، يعني هل انت استخدمت الذكاء الاصطناعي علشان يعني تدي سن اصغر للفنانين الكبار رياض الخولي ووفاء عامر؟ طيب خليني في البدايه بس كنت عايز طبعا اشكر الاستاذ الكبير اسماعيل فاروق مخرج العمل، انه ادانا الفرصه دي طبعا، وفريق الانتاج كله، لان الحقيقه ان التكنولوجيا دي شائكه جدا، وحتى يعني بره بتستخدم بحساب، يعني مش طبعًا. مش بتعمل بتاكد زرار زي ما بيقولوا يعني. كده بالظبط. فيعني طبعا دي كانت جرأة كبيره جدا منهم، من الاستاذ اسماعيل وفريق الانتاج كله اكيد، واحنا طبعا شاكرين جدا ان هو ادانا الفرصه دي، يعني ان هو اختار شركه سكويدز ان هي تنفذ له الاعمال دي. يعني طبعا هو طبعا في نوع من انواع استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن احنا مش معتمدين عليه بشكل اساسي. يعني طبعا في تدخل من فنانين، طبعا انا بشكرهم، فريق عمل سكويدز كله، الشباب الصراحه تعبت جدا، ان هو احنا طبعا قعدنا نجيب صور مرجعيه او ريفرنس ايمجز للممثلين كلهم اللي اتعمل عليهم البروسيس بتاعت الدي ايجنج، سواء استاذ رياض الخولي او صلوه خطاب او غيرهم الممثلين يعني اللي في العمل كله. قعدنا جبنا لهم صور مرجعيه من افلامهم ومسلسلاتهم في التسعينات. قعدنا ندرس تفاصيل وشهم كانت عامله ازاي في الحقبه الزمنيه دي، لان احنا كان مطلوب مننا نرجعهم مثلا في اواخر الثلاثينات في عمرهم في احداث المسلسل في السياق الدرامي، يعني هم في المشاهد طبعاً بتاعتهم. وعارف ان ده بيحل حاجه مهمه جدا استاذ يوسف، لانه احيانا بدل ما يضطر يجيب كمان ممثل تاني يعمل حقبه معينه، وهو عايز يرجع مثلا حوالي سنين قريبه مش كتير، فده في حل تكنولوجي كبير ورائع. بالظبط بالظبط، بالذات كمان الموضوع ده حساس جدا وفي تحدي كبير، لان ساعات لما مثلا تيجي تعملي تعديل في شكل حد معين سواء ديجيتالي او حتى بالميك اب او كده، لو المقاييس بتاعت وشه ما اتظبطتش صح ممكن تحس ان هو شخص مختلف تماما. طبعا بس عايزه اقول لك انه نفس الجدل ده كمان حصل اعتقد في امريكا مع الباتشينو وريبرت دورين، والباتشينو كمان وكان مع المخرج الامريكي مارتن، يعني كانوا عايزه افتكر لك الفيلم بس، لكن هم في الوقت ده برضو كان في يعني كان في نوع من انواع الجدل، انه
في اختدام يعني ان هم اختاروا مثلا حاجات معينه فشكلهم اتغير شويه، فاذا الناس بتلاحظ قوي. بالظبط بالظبط، هو يعني دلوقتي طبعا الجمهور بقى عنده وعي كبير جدا حاجات بالذات برضه بالحاجات التكنولوجي يعني الموضوع الناس ما بقتش بتتفرج على حاجه كده اعتباطا او خلاص، لا الناس زي ما انت قلتي في مقدمه البرنامج بقت الناس بتسيرش وبتعرف الحاجات دي معموله ازاي وجايه منين، فالموضوع ده بيزود التحدي طبعا علينا جدا، ان احنا لازم لما نعمل البروسيس دي لازم يبقى الممثلين شكلهم طبيعي 100% متصدقين، ما يبقاش باين انهم فيهم حاجه فيك في وشهم او كده. طبعا مش عشان بس العمل الدرامي، عشان حتى الممثلين نفسهم دي بتبقى حاجه مهمه بالنسبه لهم ان وشهم يبقى ظاهر ويبقى حقيقي ومتصدق في الشاشه يعني. صحيح، هو فيلم مارتن سكورسيزي فعلا افتكرت ذا ايرش مان، واعتقد وقتها برضو الناس علقت كتير. طيب من ضمن الحاجات يعني اولا يعني بعد ما حصل عملتوا التعديلات وكده، صناع العمل نفسهم شافوه ازاي؟ يعني شافوا التعديلات دي ازاي؟ هو الحقيقه ما كانش حد متوقع خالص يعني النتيجه دي بالكواليتي دي الحمد لله، بالذات هي كمان اتعملت في وقت قصير جدا. انت عارفه طبعا تسليمات رمضان وكده بيبقى طبعًا الشغل مضغوط جدا فيها يعني، فالحمد لله النتيجه كانت مذهله، واستاذ اسماعيل وفريق العمل كله لما شافوا الحاجه يعني كانوا مبهورين جدا بيها الحمد لله يعني. صحيح. احنا طبعا كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نطلع احسن كواليتي ممكنه، عشان تبقى يعني دايما الناس في مصر بتخاف من التجارب مع الجرافيكس وكده طبعا، عشان بيبقاش في تخطيط كويس ليها فالحاجه بتطلع شكلها مش احسن حاجه، بس صحيح. احنا الحمد لله في العمل ده يعني الناس اتاحت لنا الفرصه ان احنا نعمل الريسيرش مظبوط ونشتغل بطريقه مظبوطه جدا عشان حاجه تطلع يعني 100% بيرفكت يعني. اكيد، وكمان ده يدي كمان للفنانين بشكل عام يقدروا يعملوا ادوار فيها تنوع، يرجع 5 سنين 10 سنين يطلع قدام اكتر، فده برضو يقدر يساعدهم. هنا نقدر نقول انه حقيقي الذكاء الاصطناعي يقدر يساعد الناس كتير. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ يوسف محمود من الولايات المتحده، مؤسس شركه الخدع البصريه واللي تولد زي ما سمعتوا حضراتكم تنفيذ مشاهد حق عرب. هنا كمان عايزه اقول انه لازم واحنا بنتفرج المجهود حقيقي بيبقى كبير قوي. احيانا احنا بنقعد نقول ايه ده وده مش عاجبنا واقلب وغير، وانت من حقك معاك الريموت غير، وعشان كده انت عندك موضوعات متنوعه، مش بالضروره كل موضوع احس انه بيمسني او عاجبني، او ما هو انا مش ممكن هتفرج على كل الكم، هذا الكم علشان يدي التنوع لحضراتكم تتفرجوا على اللي انتم عايزينه، لكن في النهايه الحقيقه مجهود كبير جدا بيبذل عشان يطلع مشهد مدته حتى 30 ثانية على الشاشة وأحيانا أقل، بيبقى وراه جهد يعني ساعات وأيام علشان يمتع حضراتكم. هكمل كلامي معاكم وهنروح أكتر لكواليس أكتر، وهنقف عند ترندات أكتر لمسلسلات رمضان بعد فاصل قصير. تفضل. اهلا بحضراتكم. طبعا لاننا كلنا بنتابع مسلسلات كتير، احنا بنحاول كمان يعني نعمل رصد كده معاكم، نشوف كمان الناس على السوشيال ميديا بتقول ايه، ايه اكتر التعليقات. ومفيش شك طبعا ان مسلسل الحشاشين عامل الحقيقه حاله من الانبهار، حاله جميله. انا سعيده جدا من اسئله الناس، كل ما تسأل معناها ان انت مهتم، معناها ان انت بتفكر، معناها ان انت عايز تعرف، معناها ان انت بيتقدم لك حاجة وانت حاسس ان الحاجة دي جديدة وعايز تعرف كل تفاصيلها. فكل اللي بيشوف الاماكن سواء الاماكن اللي تم فيها التصوير فعلا زي ما امبارح اتكلمنا فيها على الديكور، وطبعا التصوير الاماكن، وطبعا عرفنا ان التصوير كان في كازاخستان، والتصوير مثلا امبارح اللي كان في البحر كان في مالطا، يعني الحقيقه بذلوا مجهود كبير. لكن كمان الحكايه كلها يعني عامله مستوى كمان كده عالمي في التصوير. في كمان عنصر مهم جدا، ما هو الدراما مليانه عناصر كتير، خلينا متفقين انها صناعه، فالصناعه ليها ادوات كتير. اهم حاجه جوه الدراما كمان الملابس، خصوصا لما تكون اعمال تاريخيه او فيها حقب معينه، فبالتالي انت لازم تبقى لابس زي الزمن وزي الزي وتبقى ملتزم بيها علشان كمان تقدر تقنع المشاهد اللي بيتابع بالشخصية اللي بيأديها وبالزمن وبأيضا الحالة. لكن كمان هي مش بس ملابس البطل والبطل، لكن الحالة كلها، كل الناس وصناع العمل أو الممثلين كلهم.
الحشاشين طبعا زي ما احنا قلنا وجهنا التحية امبارح لصناع الديكور الخاص بالحشاشين، واحنا مهتمين في التساعة هنا ان احنا كمان نظهر لحضراتكم يعني صناعة العمل بتتم ازاي، خاصة الناس اللي بتبذل مجهود كبير ونعرف بيعملوا ازاي. على الصورة زي ما انتم شايفين دي الازياء، الملابس، الملابس مهمة قوي، علشان كده انا هعرف التفاصيل الان من مصممة ازياء ملابس الحشاشين الاستاذة كريستيانا امير. كريستيانا مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كريستيانا مبروك ومجهود كبير جدا الحقيقة مبذول في الحشاشين. مرسي، الله يبارك فيكي. يعني أنا عايز أعرف أولا، هي حقبة مش سهلة، قديمة جدا، بعيدة عننا جدا، في أماكن ما عندناش عادات وتقاليد فيها كتير، دولة فاطمية داخل معاها أتراك، داخل معاها كذا حاجة، فالمصادر إزاي قدرتي تعملي التوليفة الصح دي؟ هو المسلسل في دول وعوالم، يعني في فرنسا، سلجوقي، فاطمي، عباسي. صحيح. طبعا الريفرنس كان صعب، بس بقدر الامكان كان في ابحاث كتير لمؤرخين او في كتب لتاريخ الازياء سواء متطورها سواء في مصر او في تاريخ الازياء عموما. في قطع موجوده في متاحف، فاحنا حاولنا قدر الامكان ناخد الموتيفات اللي بتميز كل حاجه من دول والموتيفات من قطع المتاحف دي وندخلها في الازياء اللي بنعملها في مصنع، سواء عن طريق تطريز او باترن او ديزاين اصلا. تمام. يعني اولا يعني طبعا بحييكي لانه انت كمان عندك مشاهد كتير وملابس كتير، لكن قولي لي لما بداتي تعملي بروفا بقى بالملابس ومع الديكور، هل رجعتي صححتي حاجات او اضفتي حاجات؟ يعني كلمينا على الحاله دي. اكيد طبعا. هو مبدئيا هو انا بادئه شغل في المسلسل بعد ما هم اوريدي بداوا تصوير باسابيع، يعني انا رحت في الاسابيع الاولى. ما كانش فيه وقت ان انا افضل فتره كبيره احضر، انا كنت بحضر بالتوازي مع التصوير. تمام. فطبعا دكتور بيتر كان معايا، ويعني ما اعرفش حضرتك عارفه ولا لا، بس ده اول عمل درامي في اسمي. فطبعا كنت داخله قلقانه جدا، كنت طبعا يعني مسؤوليه رهيبه. بس اللي كان مطمني طبعا دكتور بيتر، انا يعني كنت واثقه يعني مليون في الميه ان هو مش هيعدي حاجه من غير ما يعلق. او ايوه، تفاصيل التفاصيل. طبعا طبعا، يعني هو بيهتم بالتفاصيل كلها فعلا، يعني انا كنت متاكده انه هيطلع الشغل في احسن صوره، فده اللي كان مطمني. أكيد، وده اللي مخلي الناس الحقيقة تسأل وتستمتع، ولسه قدامنا يعني حلقات كتيرة، وأكيد هيكون لنا كلام أكتر وأكتر. إحنا بنحييكي وإلى الأمام، وإن شاء الله يعني نتكلم أكتر تاني لما كمان الحلقات تدخل، يعني يبقى في أحداث أكتر من كده. بشكرك شكرا جزيلا، مصممة أزياء مسلسل الحشاشين كريستينا أمير. شكرا كريستينا على المداخلة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا حاجات كتير جدا تفاصيل، خلينا نرجع نكمل هذه التفاصيل والاخبار وتبقوا معانا اكتر في الكواليس بتاعه مسلسلات رمضان. فاصل قصير واعود واستكمل مع حضراتكم ما تبقى لدينا في التاسعه. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وطبعا عايزة أقول لكم الأجواء والعمل في رمضان برضو في طقوسنا، ما هو حتى لو احنا موجودين في الاستوديو مع زمايلنا اللي لسه بيشرب الشاي واللي معاه حتة كنافة زي المخرج كده، وأنا سامعاه بقى بياكل وأنا قاعدة، لكن معلش خلينا نكمل شغلنا، كنافة تنتظرنا بعد ما نخلص. هروح تاني لموضوع تاني. في 2024 استحدثت ناس أنواع جديدة وكتيرة من الشغل، وخاصة في مجال التجارة، وبقى في كده إيه خدمة ممكن تتقدم بشكل مختلف وحاجات تبقى مختلفة.
خليني اقول لكم مثلا، احنا هتلاقي مثلا ناس بتشتغل في مجالات انت مش متعود عليها، يعني ما سمعتش عنها قبل كده، والمجالات دي مثلا بشكل جديد. في الاونه الاخيره شفنا كده وبنتابع بنجسد دور الفنانه غادة عبد الرازق أو عايدة في رمضان السنة دي، وهي التجارة أو الشغل في سموم العقارب، فكرة سموم العقارب. فطبعا احنا ما سمعناش عن الحاجات دي، وإيه الأنواع دي، وإيه الحاجات دي، وإيه اللي بيحصل بالظبط، احنا مش عارفين يعني. خلينا كده نروح زي ما انتم شايفين، ده جزء من مسلسل صيد العقارب، ونروح لدكتور محمد عبد الرحمن، وهو أستاذ السموم قسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة قناة السويس. خلينا نشوف مع دكتور محمد عبد الرحمن. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. يعني يمكن حضرتك، احنا تابعنا في مسلسل صيد العقارب مسألة السموم المختلفة، فبرضو كلمنا عن الحكاية دي. والله فعلا في الفترة الأخيرة انتشرت موضوع تجارة السموم واستخلاص السموم من الحيوانات السامة، وخصوصا العقارب لأهميتها طبعا، والاتفاق أسعار السموم. فبالنسبة للعقارب، لأن العقرب ده من الحيوانات اللي هي الغريبة فعلا في العالم كله، في حوالي 2500 عقرب، في مصر بس في 24 نوع من العقارب مختلفة، السمية بتاعتها متدرجة من نوع إلى نوع. العقرب ده في آخر، حضرتك في آخر الديل بتاعه في عقلة صغيرة خالص موجود فيها غدة أو غدتين من السم بتصنع اللي هي السموم داخلها، والسموم بتستغلها في الدفاع عنها، وأيضا في عملية الغذاء نفسها عشان تصطاد بيها الفرائس. فتخيلي حضرتك ان نقطة السم اللي هي بتنزل من العقرب اللي السادة المشاهدين شافوها في المسلسل، أيوة، دي بتحتوي على اكثر من 200 مركب كيميائي، والمركبات الكيميائية دي 200 مركب كيميائي. اكثر من 200 مركب كيميائي ووظائفها مختلفة جدا. ففي مجموعة من المركبات دي بتستهدف مثلا الجهاز العصبي، مجموعة من المركبات الأخرى بتستهدف الخلايا، بتدمر الخلايا، في مجموعات أخرى من المركبات. فباستخدام بقى التقنيات الحديثة في مجال العلوم، قدرنا فعلا أو قدر العلم إن هو يستخلص هذه المواد ويطور هذه المواد لمنتجات دوائية ممكن تستخدم في مجال الطب والصيدلة. فبالتالي بدأ الاهتمام بالسموم الطبيعية، خصوصا سموم العقارب. استخلاصها، تخيل حضرتك ان جرام سم العقارب لو هو ان هو يتصدر بره بيبقى سعره مرتفع جدا، بيصل الى 10,000 او 12,000 دولار. ده الجرام الواحد ب 10,000 او اكتر، جرام الواحد من سم العقرب. فكده هنا التجارة نفسها في صيد العقارب هي تجارة علشان انه يحصل كمان على السموم يعني. فعلا يعني التجارة نفسها باستخدام العقارب، استخلاص سموم العقارب عشان بيعها، سواء تصديرها او استخدامها في المجال المحلي، انها داخلة في مجالات كتيرة، مجالات دوائية، مجالات تحضير اللي هي مستحضرات التجميل، فبالتالي هي مفيدة جدا. أكيد يا دكتور، أنت سعيد إنه الدراما السنة دي بتقدم موضوعات مختلفة، يعني وده تخصص حضرتك يعني، وحضرتك أستاذ ودكتور وأكيد يعني من الدراية في كلية العلوم، ولكن أكيد ده بيسعدك إنه يبقى في موضوعات ومعلومات الناس تبدأ تسأل عليها من خلال متابعتها لمسلسل. الو، انا سامعاك يا دكتور، اتفضل. تمام يا فندم، انا فعلا طبعا سعيد ان بالذات يعني هم اختاروا صيد العقارب. العقرب فعلا حيوان غريب يعني طبعا. وبينتج مجموعات مختلفه من المواد الكيميائيه فعلا، يعني تخيل حضرتك ان احد المنتجات اللي طالع واحد المركبات اللي طالع من صيد العقارب بيستخدم حاليا في تشخيص وعلاج بعض الاورام الخطيره مثلا لسرطان اللي هو المخ.
مستخلص منها بعض المركبات سبحان الله، ممكن يعني وخلقنا منه الداء والدواء يعني اكيد يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الرحمن على هذه المعلومات، استاذ السموم بقسم طبعا علم الحيوان كلية العلوم جامعة قناة السويس. زي ما قلت لحضراتكم في البداية، انا سعيدة ان احنا كل عمل بنتكلم فيه بنرجع تاني مؤشرات البحث، وعايزين نسأل ونجيب اساتذة متخصصين، يعني نتكلم على التاريخ، يعني نتكلم على العلم، يعني نتكلم عن حاجات كتير. هي دي الدراما، انها تعمل جدل، والجدل ده يكون مفيد ونستفيد بيه. فاصل واتواصل معكم، وما تبقى لدي في التاسعة عودوا الينا. النهاردة هنقف عند عملين، العملين الحقيقة قدروا يلفتوا الأنظار واهتمام المشاهد بسبب الفكرة واختيار الأبطال وفريق العمل، وكمان التنوع المختلف، الحبكة الدرامية، كمان مثلا حاجات كده شيقة. المسلسلات كمان اللي هي بتتقدم في 15 حلقة خلت كمان الإيقاع يبقى يعني أسرع، ويبقى فيه كده فرصة أن أنت تشوف الأحداث سريعا. معايا الآن برحب بالمؤلف والسيناريست أمين جمال، والحقيقة هو يعني عامل مجهود كبير سواء في مسار إجباري اللي بيذاع على شاشة الأولى أو في سر إلهي. مساء الخير أستاذ أمين. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة طيبين ورمضان كريم على مصر والوطن العربي يا رب. أولا القصة بتاعت مسار إجباري، القصة أساسا القصة معمولة حلو، وقصة ممكن تبقى موجودة في حياة بيوت كتير وناس كتير. هو أولا أنا عايز أشكر دكتور باهر دودار صاحب المعالجة الدرامية، وده سيناريو حوار أنا ومينا بيبيا ومحمد محرز. فهي القصة يعني الفكرة فكرة حلوة، فكرة كمان إن إحنا أول حاجة بنعمل مسلسل لاتنين شباب أحمد داش وعصام عمر، فدي خطوة يعني تشكر عليها جدا المتحدة، إن هما ادوا فرصة لدول إن هما يبقوا موجودين بنفس نجوم كبيرة في رمضان، لأن الجيل ده محتاجين أبطال من سنهم يتكلموا بلسانهم، صح، يتكلموا بشخصياتهم بحوادثهم بأفكارهم، لا وما يبقاش مثلا أحيانا بيبقى العمل كبير فيبقى لهم هما مثلا مجرد مواقف أو مشاهد ما تبقاش هي تسليط الضوء عليها، لكن الحقيقة هو الموضوع هم اللي بيقودوا الموضوع، فده الجديد. اللي هو ماذا لو إن أنت بعد مثلا 20 21 سنة تكتشف إن أنت ليك أخ أنت ما تعرفش عنه أي حاجة، وإن أنت في الآخر أنت وأخوك ده اتخذته في طريق اللي هو المسار الإجباري اللي أنتوا هتمشوا عليه، صح، وما ينفعوش ياخدوا خطوة لورا، وشكل بقى أبوهم عليه قصص إن إزاي الأب ده كان وعليه ديون وعليه كل حاجة، وإزاي الأب ده كان مخبي طول الوقت، وفي الآخر أنت هتعمل أنت هنا إيه؟ مخبي إزاي يعني حاجة، ده السؤال اللي كل أنا عايز أقول لحضرتك إن في قصص الناس كتير بتسأل، إن إحنا لو دورنا هنلاقي قصص حقيقية في مصر كده كتير جدا، يعني فكرة كمان إن هو ما قبل ان هو طلع قانون ان هو ما ينفعش حد يتجوز الزوجه الثانيه غير ما يبقى مبلغ الاولى، يبلغ الأولى. لكن لو قبل القانون ده هنلاقي ان مثلا بعد ما الاب بيموت بيكتشف ان ليه هنا متجوز، أيوة، وهنا ليه اولاد ومسافر بره واولاده دول مسافرين بره، فدي يعني قصه موجوده من الواقع. أيوة. فكره ان هو فاحنا لعبنا هنا ان ماذا لو انت اكتشفت ان ليك اخ، وفي الاخر الاب ده كان عامل غلطه انتوا ما لكمش ذنب فيها، وعامل اخطاء في الاخر انتوا لازم تصححوا من اخطاء الاب ده خوفا على سمعه ابوكم، فانت واخوك هتتعاملوا مع بعض ازاي؟ بقى في اب جماعهم وهم ما يعرفوش بعض، وهم عيلتين بس لازم هيبقوا عيله، وواضح انه كمان الشابين مختلفين، يعني في واحد من طبقه شعبيه شويه ابن بلد اكتر، التاني يعني من طبقه متوسطه او ارقى شويه، فبالتالي برضو في اختلاف، في اختلاف ان هنا ما بيتحط في موقف ان مثلا ان ده في حلقات شويه مثلا ان الاخت البنت ده هنعرفه قدام شويه، اما الاخت البنت هنا هتتعاكس، فهنا حسين هيتصرف ازاي طبعاً. لو احمد داش وعصام عمر هيتصرف ازاي، أيوة. ده مثلا هيبقى تصرفه هنا ازاي، ان انا ممكن اروح امد ايدي واروح اعمل، وده مثلا تصرفه ازاي انا ممكن اخد حقي بالقانون، بالعقل والقانون، لان حد فيهم محامي وحد فيهم من الناحيه الثانيه اللي هو الطالب اللي جاي من منطقه شعبيه، فتصرفاتهم هتبقى غير بعض. هنا كمان عايز اشكر بجد نادين خان عامله شغل حلو قوي، طبعا المخرجه، المخرجه الكبيره بنت الاستاذ محمد خان، طبعا عامله شغل حلو جدا. ممكن انا اشكر دينا كريم طبعا، الاستاذه دينا كريم بروديوسر يعني زميلتنا العظيمه، يعني انا عايز اقول ان الاستاذه دينا معانا بحلقه بحلقه،
طبعا. بمشهد بمشهد ان هي طول الوقت حتى دي عندها خبره كبيره يعني حتى في حلقات مثلا كانت تيجي تعديها استاذه نادين تيجي استاذه دينا تقول لا طب تعالوا نقعد نفكر ماذا لو هنروح هنعمل ايه وبتاع فيعني هي قائد المشروع. خليني اقول انه مسار اجباري ده ابن المتحده جدا ده يعني اول انتاج المتحده استاذ احمد ربيع كمان مستشار طبعا فيعني طيب يعني وهنا كان في تحدي ما كانش في تخوف انه برضو مغامره اثنين ابطال صحيح انه داش يعني عامل اكتر من حاجه حلوه الناس بتحبه وعنده شعبيه وكمان عصام عمر عامل برضو حاجه في بلطو كانت حلوه وعامل حاجه جميله لكن برضو ان هم يبقى عليهم مسؤوليه مسلسل هم في الكواليس كانوا حاسين ازاي؟ اكيد طبعا كان في خوف فكره ان هو في الاول ان انت في الاخر اول مسلسل ليك في رمضان بطولتك انت اللي متصدر البوستر انت ممكن عصام كان عنده تجربه بلطو كانت على منصه كانت على واتش كانت ناجحه جدا واحمد داش كان عنده تجربتين قبلها بس فكره رمضان ان طول الوقت احنا متعودين في رمضان دول النجوم الكبار بتوعنا ربنا يديهم الصحه طبعًا. اللي هيفضلوا يعني انا فرحان برجوع استاذ يحيى الفخراني جدا طبعًا. جدا في عتبه البهجه طلته على الشاشه بس كفايه ايوه ففكره ان انت في الاخر هتنافس النجوم دي وهتنزل وتبقى في منافسه فدي حاجه تخوف طبعًا. ففي الاخر ان احنا كان طول الوقت عندنا ان احنا لازم نبقى قد الثقه دي ان احنا محطوطين في رمضان ان احنا نبقى قادرين على المنافسه دي ونبقى متواجدين وفي الاخر ان زي ما قلنا في منصات اللي هو الجيل ده اكتر اللي هو ال 18 سنه وال 20 سنه و 21 سنه طبعًا. بيتفرجوا دلوقتي على المنصات يعني ده دايما هتلاقي واتش مثلا رد الفعل ايه يعني انا عارفه انت كمان كسيناريست اكيد بتتابع رد الفعل في السوشيال ميديا عن احداث المسلسل رد الفعل من لحد احنا لغايه النهارده الحلقه الرابعه يعني بقى. كل يوم الحلقه بتعلى عن الثانيه كل يوم الحلقات بتسخن والاحداث بتسخن رد الفعل ان هو الحمد لله نقديا المسلسل معجبين بيه جدا الشباب معجبه بيه جدا الحاجه اللي مفاجئنا طبعا بوجود استاذه صابرين واستاذه بسمه متقلين الموضوع طبعًا. استاذ رشدي الشامي طبعًا. فمتقلين الموضوع أيوة. فكره ان كمان دلوقتي لا بقت الناس الكبيره اللي هو السن بقى اهالينا ابهاتنا امهاتنا معجبين بالمسلسل طبعًا. ان بتتخيل ان ماذا لو كل واحده فيهم ان انا لو اكتشفت ان فلان متجوز عليا او جوزي متجوز عليا هتروح تدور ورا جوزها وتشوف لا يكون في حاجه هتروح السجلات بقى وتبتدي تبحث بقى دلوقتي وتشوف بقى فهو دلوقتي لا ان هو الموضوع ان ما بقاش السن ده بس كمان لا بقى جمهور المسلسل كل يوم بنكسب شريحه عن الثانيه يعني كل عرض حلقه بنكسب شريحه طبعا صابرين نجمه كبيره وجودها مهمه لان ده كمان الاجيال احنا زمان كنا بنشوف الحلميه والشهد والدموع والمال والبنون كلها اجيال مختلفه بتسلم بعض طبعا فده ايضا اعتقد دي حاجه من الحاجات المهمه يعني جدا يعني مثلا انا وانا جاي التلفزيون المصري انا بالنسبه لي مثلا انا مواليد 85 فكنت بتفرج على المسلسلات على القناه الاولى والقناه الثانيه طبعا 95 96 انا عندي 11 سنه كنت طول الوقت اعدي قدام التلفزيون كان حلم من احلامي ان انا يعني ادخل من المبنى بس فدلوقتي ان انا يبقى لي مسلسل على التلفزيون المصري ده حاجه كبيره لا جدا وانت بالنسبه لي استوديو 10 اللي يعني كان بيتعمل فيه اللي فيه ليالي الحلميه والمال والبنون وكل حاجه كانت موجوده هنا يعني لسه اصوات زي ما بيقول لك اصوات الممثلين موجوده في الاركان في مبنى التلفزيون مبنى مسبيرو ده حاجه عظيمه جدا مش في مصر بس لا في الوطن العربي ده حاجه تاريخ كبير جدا جدا اصعب المشاهد ايه بقى في هو احنا 15 حلقه مسار اجباري 15 حلقه اصعب المشاهد ايه كتير يعني في مشاهد كتير لسه صعب. وعايز اقول ان يعني لا الحلقات الجايه كمان يعني هتبقى اقوى من كده يعني من الحلقه احنا من الحلقه الاولى الثانيه الثالثه احنا داخلين في الحلقه النهايه انت عارف الناس لازم تعرف النهايه واحنا لسه بدري بس النهايه هتبقى مفتوحه هتعجبنا مبتكره جديده لا النهايه هتبسط الناس اكيد هيجي لنا حاله احباط شويه ثم يجي لنا الناحيه الثانيه لا ان احنا لا في حاله فرحه وحاله ان هم دلوقتي في الاخر انا عايز امشي مع الشخصيات بتوعي وافضل ماشي معاهم ففكره ان انا في الاخر اعيش معاهم ان انا دول يبقوا جزء من عيلتي ان انا لو اتحطيت في الموقف ده هيحصل ايه فهيجي انت وانت بتكتب عندك عيلتين يعني بتكتب ما بين فريقين فريق عصام عمر بامه صابرين ايوه وفريق احمد داش بامه بسمه أيوة. فانت عندك الفريقين طول الوقت يعني السيناريو مقسم ما بين عيلتين ما بين العيلتين وفي الاخر كمان اللي احنا مختلفين عنه شويه ان فكره ان الزوجتين لما عرفوا في الاخر ان هم بقوا هم متصالحين مع نفسهم ما بقوش المفاجاه ان هم شادين مع بعض انت عارف انا بصدق في ايه ان انت بينت هذا التصالح من المشهد الحلقه الثالثه امبارح ايوه لما تقابلوا في المستشفى يعني حسستنا كمان بشخصياتهم هما الاثنين طيبين هما الاثنين متصالحين ومش ذنبهم هما الاثنين واحسان اللي هي صابرين راحت قالت الكلام ده لعنايات راحت لها البيت لغايه عندها وقالت لها ان انا في الاخر انت مالكيش ذنب
انت ما كنتش تعرفي يعني فكره الزوجه الثانيه هنا. ده لسه في حلقه النهارده اللي انت بتقوله ده. لا ده الحلقه بتاعت الحلقه الثالثه. الثالثه صب... يعني راحت لها وقابلتها في البيت وقالت لها ان انت في الاخر انت مالكيش ذنب في اللي حصل ده. وقالت لها برضو جمله حقيقة، قالت لها ان ما فيش ست ما بتبقاش عارفه ان هي بتتخان. بس انا كنت مكبره دماغي، بس انا كنت مش بفكر، كان خلاص العلاقه ما بيني وما بينه انتهت. ودايما الزوجه الثانيه بتبقى عندنا ان هي عارفه ان الزوج متجوز، اللي مختلف عندنا هنا ان هي مش عارفة. ان هي ما تعرفش. ان في الاخر هي بالنسبه لها بسمه ما تعرفش، فالصابرين هي الاكبر وهي الاهم فيها. دخلت ان انا مش زعلانه منك، انا مش جايه الوم عليك، لان هو ما حدش لان انت حد من حد. بس طيب قدامي دقيقه واحده عشان عندي مسار اجباري في الوقت برضه. دقيقه واحده. سر الهي. سر الهي بطوله استاذه روجينا، اخراج استاذ رؤوف عبد العزيز، انتاج المتحده برضو. ده شخصيه نصرة. انا يعني الست المصريه اللي بتشتغل بتصرف على جوزها على اخواتها، المراه المعيله، المراه. فالست دي شدتني جدا ان انا ازاي الست دي بالنسبه لي دي بطله. ودي يعني مع احترامي الشديد ما بتلاقيهاش غير في مصر. ان الست اللي تشيل اسره كامله بالطريقه دي بالقوه دي ما تلاقيهاش غير في مصر. صح. ما تلاقيش الست دي موجوده بشخصيتها دي ان هي مسؤوله عن عيله كامله وتضحي وتشيل وتتألم وتتعذب. فماذا لو فمصر ماذا لو ان هي بتعمل كل ده واتحطت في مواقف في الاخر ان اقرب الاقربين ليها ابتدوا يخونوها، ابتدوا يبيعوها عشان خاطر الفلوس اللي هي بتضحي بحياتها وبتضحي بعمرها عشان خاطر تجيب لهم معيشتهم. فالفلوس اللي لو اتحطت ما بين الاخوات واتحطت، فالاخوات هيفضلوا ايه؟ فلغايه دلوقتي اللي احنا شفناه الاخوات فضلوا الفلوس على اختهم فحبسوا اختهم. ولسه الاحداث هتكمل. لسه هيكون لنا كلام كتير. بشكرك شكرا جزيلا انت وباقي من يكتبون طبعا، يعني سواء مسار اجباري او سر الهي. بشكرك استاذ امين جمال، وان شاء الله نتابع معاكم ونشوف يعني اكتر واكتر الاحداث. بشكرك شكرا جدا لحضرتك. وطبعا انا عايزه يعني اوصل لحاجه كده من خلال الدراما، فكره الطمع والجشع بتاع الفلوس يعني بتخلي كل مؤلف وكل سيناريست بيكتب مشاهد كتير، لانه خلينا نتفق ان ده موجود بشكل كبير. يعني مشاكل الورث لانه ما بقاش فيه لمه العيله، مشاكل انه انا ومن بعدي الطوفان، ما حدش عايز يطبطب على حد، ما حدش عايز يقرب لحد. لكن علشان كده لما بتطلع المشاهد فيها انسانيه انت غصب عنك وانت قاعد كده بترتاح بتتبسط وبتقول ايوه هو ده وده اللي احنا عايزينه. فاتمنى انه حاله الجدل او الاراء اللي بتبقى مطروحه في الدراما لازم نفكر فيها مره واتنين، ولو انا عندي مشكله وليه لا، يمكن اخد برايي ده ويمكن حاجه تعجبني، فكره تعجبني انفذها. يا رب يكون الشهر جميل وكريم علينا ويخلينا كلنا في حال افضل واحسن. انتهت وقت حلقه التاسعه اليوم، لكن اكيد غدا تستمر التاسعه مع حضراتكم باذن الله، وانا التقي بكم باذن الله الاربع والخميس الجايين، يكون دخلنا بقى في يعني مشاهد اكتر واحداث اكتر في المسلسلات. من هنا بشكركم والف سلامه.